أما هلأ سلمى رح نضوي بفقرتنا التالية على أعمال الخير وعن القيم الكبيرة والمعاني السامية اللي تعد سمة المجتمع السوري واللي بتتمثل دايماً بالأعمال الإنسانية المنظمة والهادفة إلى خدمة المجتمع. اليوم بفقرتنا جمعية حي الأقصاب يلي انعرفت بالتنظيم والعمل لحتى يصل الخير لجميع السوريين ولمستحقيه كمان بالدرجة الأولى، ونظمت هي الجمعية العديد من البرامج لخدمة المجتمع الأهلي وبجوانب حيوية هامة. ما أنا مبين الكلمة أكيد لحتى تراعي الاستدامة بالخير. أكيد تراعي الاستدامة بالخير، ومن هاي البرامج الوقف بأنواعه الأربعة. لحتى نحكي عن هاي الجمعية وأعمالها الخيرية معنا الأستاذ صفوان الحموي وهو المدير التنفيذي لجمعية حي الأقصاب الخيرية. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا لكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نتعرف أكثر من حضرتك على جمعية حي الأقصاب الخيرية، إمتى تأسست وأهم الأنشطة اللي عم تشتغل عليها؟ جمعية حي الأقصاب من أقدم الجمعيات بمدينة دمشق، مؤسسة من العام 58 يعني بتاريخ صدور القانون تبع تنظيم المنظمات الأهلية، وما زالت من 58 إلى الآن عم تمارس عملها، والحمد لله في تطور يعني بشكل دائم حسب متطلبات المجتمع، حسب شو الحاجات اللي عم يعني تطلع عن جديد، عم نحاول نحن قدر الإمكان إنه نلبيها بتجدد وتواكب مع حاجات المجتمع، وعم نحاول حتى إنه نضيف شغلات جديدة، خلينا نقول خدمات جديدة مميزة بهالإطار هذا لحتى نكون نقدر عم نلبي الاحتياجات بقدر المستطاع. ذكرنا أستاذ إنه صار في عندكم شيء اسمه برامج الوقف بأنواعه الأربعة، خلينا نحكي عن هاي البرامج بأنواعه وشو بنعني نحن فيها. تمام. هلأ من اللي كنا عم نحكي إنه عم نحاول إنه نوجد برامج جديدة لحتى إنه نلبي فيها الاحتياج، فبدأنا نحن ببرنامج الوقف اللي هو يعني برنامج مميز. وجه التميز فيه إنه فكرة الوقف هي عبارة عن استثمار دائم للموارد، يعني أنا عندي موارد ما، فأنا ما بدي والله استهلكها وخلص، بدي خليها بالخدمة هالمورد هذا. يعني مثلا سرير بمشفى عناية، مو شرط انه والله كل واحد يشتري سرير، لا، هذا بيطيب بيجي غيره، بيطيب بيجي غيره، مرجوحه بجنينه بيلعب صح. عليها ولد وولد وولد وولد، هذا انه هالمورد هذا يتم عم يستثمره اكبر قدر ممكن من الناس، فهذا اسمه تنميه للموارد واستدامه للموارد حتى تكون موجوده دائما بخدمه المجتمع. هذا من جهه بيخلي هالمورد هذا بيعطيه اهميه انه هو عم يخدم عدد كبير من الناس لفترة طويلة من الزمان، ومن جهة ثانية إنه عم يلبي احتياج، يعني أنا اليوم وقت عم يلزمني هالغرض عم لاقيه موجود. فالوقف ما له حد، ما له إطار، أي شيء ممكن نعمله وقف. هي كلمة وقف إنه هالشغلة موقفينا أو حاطينا لهي الخدمة، أي حدا بيحتاج هالخدمة فهذا واقف هون موجود قاعد عم يستنى لحتى يجي حدا يستثمره أو بحاجته يتلقى هالخدمة. ففكرة رائعة جدا وراقية جدا، وهي أصيلة كثير بتراثنا، قديمة جدا ومتعددة الأنواع بشكل لا حصر له. يعني من يمكن من نحن نحييها من حنفية المي اللي كانوا يعملوها سبيل. تمام، هذا وقف. لا كثير أشياء ممكن نقول أمثلة عليها. طب خلينا نحكي أكثر عن اليوم الشرائح المستهدفة، يعني أنت قلت الكل ممكن يستفيدوا، لكن أكيد أنتوا خصصتوا شوي، يعني يمكن شرائح الأكثر تضرراً، كل جمعية بيكون لها شريحة معينة لما بتبلش بتحط هدف أنه أنا هاي الشريحة بدي أتوجه لها بعملي. هلأ نحن بما أنه قلنا أنه الوقف ما له حد ولا له حصر، فنحن حددنا أربع أشياء أنه ممكن أربع شرائح إنه يعني نستثمر الوقف فيها. أول شغلة عملنا وقف التجهيزات الطبية. وقف التجهيزات الطبية في عنا أسرة طبية، كراسي عجزة، أسطوانات أكسجين، عكازات، ووكر، جهاز إرزاز، هالأشياء هي اللي ممكن إنه الناس تساعد المحتاجين تحتاجها بفترات محددة، يعني عبين ما يطيب يرجع. هذا وقف موجود للإعارة وجاهز لأي مريض منين من كان، يعني ما في شريحة معينة هي المستهدف، المستهدف هو المريض المحتاج. اثنين، عاملين وقف مميز على مستوى البلد فريد من نوعه مسمينه وقف الفرح. وقف الفرح هو عندنا حوالي شي 200 بدلة بيضة أو بدلة سهرة
للمقبلين على الزواج. هي يمكن أول جمعية بسمع فيها ما في حدا بالبلد عامل هاي القصة. إعارة مجانية وبدلات يعني مرتبة حلوة، يعني مو إنه والله يعني شلون ما كان. ممكن بدلة البيضة وممكن بدلة سهرة للأهلية، يعني مع الحذاء مع الإكسسوار الخاص فيها، فهذا متاح كمان يعني للإعارة لأي حدا مقبل على الزواج، كمان ما في شريحة معينة، المستهدف هو المقبل على الزواج. والحمد لله يومياً عنا عدد من الحالات، يعني مو حالة أو تنتين، عدد كبير من الحالات بحكم كونه أنه نحن عنا يعني كمية كبيرة من البدلات، فالحمد لله في راغبين كتير وفي مقبلين كتير، ومن أول ما بلشنا في إقبال وكل ما له عم يزيد بفضل الله على هاي الخدمة، لأنه اليوم أجار البدلات عالي جدا. صحيح. الوقف الثالث وقف الكتب المدرسية. اليوم نحن للأسف بعض الطلاب تلاقي بيخلص السنة بنلاقي على باب المدرسة مشوقة هالكتب ومبحوثة بالطريق، صار هيك عند بعض الطلاب للأسف تقليد، يعني بعض الطلاب. فنحن لا تعال أقول لك هالكتاب هذا أعطيني إياه، أنا بأهله بستصلحه، برجع اللي بده تجديد، اللي بده خرزي، اللي بده كذا، خليه أنا لآخر الصيفية. الطالب اللي ما عم يلاقي كتاب أو ممكن لسبب ما له موجود حب أقدم له إياه لهذا الطالب. الوقف الأخير إحنا اللي مستهدفينه كمان هو وقف فريد من نوعه، يعني وقف المرح مسمينه نحن. وقف المرح هو مساحة للأطفال الأيتام بفرع الجمعية بزملكة، فيها ألعاب هادفة، فيها مدربات محترفات عم يستقبلوا هالأطفال هدول، لا منه يدخل السرور عليهم ومنه يعلمون شيء، يعلمون قيمة ما مهارة ما بطريقة محببة بطريقة حلوة. فوين باب الوقف بهالقصة؟ أي حدا عنده لعبة أو تجهيزات أو معدات خاصة بهذا الأمر عم يجيب ليها عم حطها ليستثمرها عدد لا متناهي من الأطفال. فكل فترة عنا كل شهر بتجدد الأطفال الرواد هالمكان هذا هالمساحة هاي، كل شهر بيتجددوا وعم يتلقوا الخدمة، يعني إن شاء الله بيكون إنه خدمة موجهة وبأحسن ما يكون، يعني بشكل لائق جدا. فنحن حاليا مستهدفين هالأربع أوقاف، وإن شاء الله بنقدر إنه لقدام إنه نوسع الدائرة. أكيد. خلينا نعرف مين اليوم هو بيشتغل على تنفيذ هاي البرامج، يعني المتطوعين، في متطوعين كتير، في عالم تانية بتشتغل على تنفيذ هاي البرامج ولا كيف؟ تمام. هلأ الحقيقة في عنا جهتين، في عنا موظفي الجمعية اللي هن مشرفين على هاي الأعمال، وفي عنا متطوعين الحقيقة. وأنا بعتبر التطوع يعني بجانب من جوانبه هو نوع من الوقف كمان، إنه شلون أنا عم بتطوع بجهدي، يعني أنا عم بتطوع بخبرتي، عم بتطوع بجهدي، عم بعطي شيء إنه أنا خبرة أنا عندي إياها والناس بحاجتها، عم بعطيها لعدد كبير من الناس. وأنا فعلاً هم بوجه لهم تحية كتير كبيرة لكل متطوع عم يقدم خدمة أو عم يقدم جهد أو عم يعطي عطاء ممكن إنه يفيد فيه هالناس. فهن المتطوعين الحقيقة هن عماد هالقصة، وهن اللي عم يمشوا لنا موضوع الوقف بأشكاله الأربعة، عم يسروا هذا الأمر، بالإضافة لموظفي الجمعية اللي هن كمان بنوجه لهم تحية وشكر، لأنه الحقيقة في عليهم ضغط كبير، يعني استثمار هالمورد أكيد بيتطلب يعني جهد كبير، لأنه عم يجي ناس كتير طالبي الخدمة. يعني صحيح. يعني أستاذ صفوان، اليوم هيك أخذنا شوي فكرة صغيرة عن طبعا جمعية الأقصاب الخيرية، بدنا نقول لكم يعطيكم العافية، مجالات مهمة جدا يعني قدرتوا أنه أنتم تكونوا متواجدين فيها، ونحن بحاجتها أكيد بالمجتمع السوري. شكرا لكم وتحية لكل أعضاء الجمعية. شكرا لكم والله يعطيكم العافية. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك.